تعني لك فاطمة؟ الله يخليها لك اخويا. هيا معك فاطمة، تفضل اختي فاطمة. الو فاطمة. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، كي دايره لاباس؟ الحمد لله. اش اخبار؟ الله يعطيك الخير. تفضل استاذ، شكون معايا؟ اكرام. استاذة اكرام، بعد ما من اللايف اختي اكرام. الله يعطيك الخير. اكرام شحال السن ديالك؟ انا عيطت لك البارح. ها اكرام من وزان. اكرام من وزان، شحال السن ديالك اكرام؟ 23 سنه. وشنو جاوبنا المره الاخرى ولا ما جاوبناش؟ لا ما جاوبناش مره. لا واخا شنو الاسم ديالو؟ فين ساكن؟ علي من وزان. علي من وزان، واش ما جاوبش التليفون كيصوني ما كيجاوبش؟ لا لا، كان عنده التليفون طافي. طافي. شحال السن ديال علي؟ 25 سنة. شحال نتوما على علاقة؟ 5 سنين. 5 سنين. هي 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 هي. كتشوفو دايما؟ لا لا، شحال متشوفنا في صراحة كنا تفرقنا ورجعنا عاوتاني نهضرو. شحال هادي باش متشوفتوش؟ صراحة شحال هادي؟ شحال؟ شي عامين وقيلة، دابا ربع عام. نتوما في وزان مكتشوفوش؟ لا هو خدام. واخا خدام ميقدرش يشوفك. هي هي. واخا عطيني الرقم ديالو. زيرو قيد. زيد زيد 62. زيد اتواجهو ياك. يا يا سيدي علي. الو السلام عليكم سي علي. وعليكم السلام. كي داير اخي علي؟ لاباس عليك؟ عواش مبروكه الوالدين، كلشي بخير؟ لاباس اخويا، الله يستر. الحمد لله، الله يكبر بك خي علي. مرحبا بك معنا سي علي، 25 سنة من مدينة وزان، معك سعيد خربوش من برنامج إهداء الليل، راك معنا على المباشرة السي علي، مرحبا بك معنا وشرف لنا أنك تكون معنا في البرنامج. مرحبا بك علي. مرحبا بك معنا اخي علي. الله يبارك فيك اخويا، الله يستر عليك. سمعتيني شنو قلت لك ياك اخي علي؟ لا ما سمعتكش مزيان. ما سمعتناش، اوكي نعاود لك. علي 25 سنة من مدينة وزان، هذه المعلومات اللي عطاونا. معك سعيد خربوش من برنامج إهداء الليل، راك معنا على المباشر وشرف لنا أنك تكون معنا في البرنامج ديالنا السي علي، ومرحبا بك معنا. الله يكبر بك خي علي، الله يكبر بك، شكرا لحسن الاستقبال والروح المرحة باش استقبلتينا خي علي. الله يكبر بك سي علي. البرنامج ديالنا كما هو معروف، كما هو متداول على السوشيال ميديا، برنامج المفاجآت الليلية. عزيز عليك شي مفاجآت علي؟ لا خويا ما عزيزينش عليا مفاجآت. واخا زوينين. واخا زوينين. على العموم اخي علي، عندنا المفاجأة ديالك، خلوها لك شي ناس غادي نعطيوها لك، يا عجباتك يا ما عجباتكش غنخليو لك المفاجأة ديالك. للإشارة اخي علي، معنا شي ناس هما اللي عطاونا الرقم ديالك والاسم ديالك باش نتصلوا بك ونهديوك الهدية اللي معنا في البرنامج، اللي الشخص اللي معنا هو اللي فاز بهذه الهدية هذه، وللأسف الهدية ما كيديهاش الفائز كيفرض عليه قانون البرنامج، يهديها لشي شخص كيكون كيعني له شي حاجة، وهذا الشخص هذا ما اختار إلا الاسم ديالك. أنا غادي ندوزها لك علي، أوكي؟ الو استاذ بقى معنا؟ وي الصوت ديال علي هو هذا؟ هو هذا. اوكي خي علي، كنظن راك عرفتيها شكون هي، راه معنا انسه بين قوسين. للاشاره هاد الانسه كتقول بيناتكم علاقه حب خي علي، عاد بديتوا في العلاقه، كتواصلوا مع بعضياتكم، كتلاقوا مره عايشين الحب، الحياه السعيده، وناويها للزواج ان شاء الله، هادشي اللي قالت. ومن طلعت معنا على المباشر بغات تفاجئك بالهديه ديالك وتقول لك كنبغيك وربما اكثر من هاد الشهاده يا سي علي. الو استاذة؟ اوكي انا غادي ندوزو لك. وي سي علي، كنظن عرفتيها وقيلا شكون ياك؟ الو سي علي. الو خي علي. الو
هذا عاق وقيله بالقالب. السيد وقيل عنده مدرس. الو الو سي علي، انا غادي ندوز عليك. اوكي وي خويا مزيان، انا غادي ندوز عليك. واخا الريزو تاعي انا ماشي مشكل، عيشوف شي بلاصه اخي علي فيها الريزو باش ندوز المكالمه وندوز المكالمه. مرحبا مرحبا. قول لي سي علي قبل ما ندوزها لك، راك واقيلا عرفتيها شكون؟ لا عرفت اخويا. شكون في نظرك اخي علي؟ فاطمه هي اللي معانا. شنو كتعني لك فاطمه اخي علي؟ نعم شنو كتعني لك؟ نعم براولي لك اختي علي، الله يحفظك. انا جيت، شكون اختي؟ ما عرفتينيش. ما عرفتينيش. انا فاطمه. شكون فاطمه اختي؟ وين اختي سعيد؟ لا ما تفضل هضر مع السيد. قول شكون؟ راه عرفني كيعرف صوتي مزيان، 5 سنين دلعشت وما يعرفش صوتي. تفضل قول سيد شكون. راه باقي ما عرف، باقي ما عرفت اي شيء. الو عرفتي؟ عرفتيني والله ربي كبيره مزيانه. برافو لي لك اختي. سير سير خليك مع فاطمه ديالك، الله يعاونك. شكرا اخي سعيد بزاف. تحياتي لك اختي اكرام. شكرا الله يعوضك اختي، الله يعوضك. امين. انا ما شفت ديك 5 سنين ما تم القصف بنجاح. تحياتي لك اكرام. قول باغا تقول شي حاجه، قول اكرام قول. شنو قول؟ انا صلوكي اكرام اخي. شكرا بزاف، انا صدمت. لا حول ولا قوه الا بالله. شكرا اخي بزاف. الله يكون معك اختي. السلام عليكم. تمام. الو السلام عليكم. خمس سنين اخوت ماشي سهله. اين ما سهلش. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا خويا سعيد. بخير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بخير.